تعليق على هذا الملف ينضم إلينا من واشنطن الناشط الحقوقي والسياسي السوداني عدلان عبد العزيز. مرحبا بك سيد عدلان، ونبدأ من هذا الاتفاق وإمكانية تحقيقه فعلا للسلام، هل الأمر كذلك في تصورك؟ مرحبا بك والمشاهدين الكرام. أعتقد أن منذ انتصار الثورة الشعبية في أبريل في إقصاء رأس النظام هناك تطورات إيجابية في ملف السلام، منها مبادرة الحركات المسلحة وهو الكفاح المسلح بإعلان وقف إطلاق النار وهو ما زال ساريا، وهي كلها سواء كانت حركة تحرير السودان عبد الواحد في دارفور أو شعب الحركة الشعبية الحلو أو الجبهة الثورية ملتزمة وتتخذ موقف الدفاع فقط، رغم عن أنه حدثت بعض الاختراقات هنا وهناك، خروقات من الجانب الحكومي ووعد الجانب الحكومي بإجراء تحقيقات. فإذا هناك تطور وتقدم يدفعنا لأن نكون في تفاؤل مؤسس، لأن السبب الرئيسي في الظلامات الماضية هي كانت النظام البائد، وهذه عقبة أزيلت من الطريق بناء سلام ووقف إطلاق النار. الاتفاقات التي تمت الآن منذ إعلان جوبا في 11 سبتمبر الماضي، والآن الاتفاق السياسي، فقط هذا الاتفاق السياسي الآن هو بين الجبهة الثورية ولا نرى فيه توقيع حركة شعبية جناح الحلو أو عبد الواحد، وهذا يعتبر يعني يقلل قليلا من أن نحن فترة الشهرين. سير عدلان، فترة الشهرين هي لإثبات النوايا؟ نعم، في هذه الفترة بتاع الشهرين هناك أشياء مهمة جدا لا بد من أن الناس يروها على أرض الواقع. أولا فتح المسارات، تأمين المعسكرات التي يوجد فيها النازحين في دارفور وفي مناطق المنطقتين، هذا مهم جدا، هذا لا يتطلب أي شيء غير سوى النية الحسنة، وإطلاق سراح الأسرة هذه تمت فيها خطوات، عدد كبير جدا من الأسرة من كل هو الكفاء المسلح تم إطلاق سراحهم الآن، هذا جانب يعضد ويؤدي سلامة النية. شيء آخر، كان يجب أن يكون التوقيع على هذه الإعلانات بالأحرف الأولى، ويعود السيد نائب رئيس المجلس الانتقالي إلى الخرطوم ويعرضها على مجلس السيادة الانتقالي حتى لا تكون هناك ذريعة بأن هناك طرف وقع وطرف آخر لم يوقع وهكذا، ولا بد أيضا من إشراك قوى إعلان الحرية والتغيير بأي مستوى من المستويات في المفاوضات وفي الموافقة لنضمن يكون هناك ضمانة في سياق الاتفاق، يعني أو من مضامين الاتفاق، كيف سوف يكون مصير القوات المسلحة؟ هل سوف يتم ربما انخراطها في الجيش أم ربما في الشرطة؟ ما مصير هذه القوات المسلحة؟ لا بد، هذه هي التفاصيل التي تحدثتم عنها فيها شيطان التفاصيل. الترتيبات الأمنية هذه هي الموضوع من المواضيع الكبيرة جدا في هذه المفاوضات، ونحن نرى أن يتم وفق مبدأ التسريح وإعادة والاستيعاب. الآن هناك قوات مسلحة صحيح من القوى الكفاح المسلح، لكن أيضا هناك ميليشيات تتبع للحكومة وأكبرها هي الدعم السريع. الدعم السريع ليس هو قام على أساس ميليشي وتطور ووصل إلى أن يكون كجيش موازي للجيش الوطني القومي. فالمعالجة يجب أن تشمل الاثنين، الدعم السريع وقوى الكفاح المسلح، بمعنى أن تسريح كل قواتهم وإعادة استيعابهم بوفق المعايير القومية للجيش القومي السوداني، وهذه نعلم صعوبة هذه القضية. شكرا. وتنفيذها، ولكن نعمل جزيل الشكر لك. شكرا. من واشنطن الناشط الحقوقي والسياسي عدلان عبد العزيز، شكرا لك.